السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم من سنة تانية؟ عاملين ايه؟ معاكم اسراء فرقة تالتة. هنتكلم مع بعض دلوقتي ان شاء الله في المراجعة بتاعة المحاضرة الاولى فارما في الجي تي 2، كانت بعنوان الانتي ايميتك اند بروكاينيتك دراجز. تمام. نبقى عارفين ان المراجعة دي مش شرح تفصيلي نهائي، هي مجرد النقاط المهمة اللي انت ما ينفعش تخرج من بالمحاضرة من غيرهم. تمام. طيب احنا خدنا ايه اصلا؟ خدنا الانتي ايميتك اند بروكاينيتك. انتي ايميتك قلنا دي مضادات القيء، والبروكاينيتك دي محفزات الحركه في الجي اي تي، خاصه ابر جي اي تي. تمام. اول حاجه معانا كانت الانتي ايميتك، فقلنا خدنا في الاول كده مقدمه فسيولوجيه، ان هو مثلا السنتر بتاع الفوميت، طب ايه هي الاماكن اللي بتبعت له افرنت اصلا، طيب الكوز بتاعته، طيب الفسيولوجي بيحصل ازاي، وقلنا الحاجات دي مش هنتعرض اليها باذن الله تعالى في الفارما، دي حاجات فسيولوجي ولكن كانت هتفهمنا المحاضره بتاعتنا. تمام. ولكن اهم نقطتين نطلع بيهم من المقدمه، اول حاجه ان في ريسبتورز بتحفز لي الفوميتنج، فانا الدراج بتاعي هقفل الريسبتورز دي. تمام. تاني حاجه بقى ودي المهمه من ضمن المقدمه اللي احنا قلناها، قلنا ان الفيستيبولار سيستم ده الاذن الداخليه اللي هم كان فيها H1 وM1 ريسبتور، وقلنا دي اصلا كانت مسؤوله عن التوازن، فبالتالي اي ديستربنس فيها يعمل لي موشن سيكنس، فنعرف ان الموشن سيكنس بيحصل نتيجه تحفيز الام 1 والاتش 1 ريسبتورز. تمام. ممكن يجيبها لي بلفظ تاني اللي اسمه منيرز ديزيز او سندروم، قلنا ده عباره عن خلل في الاذن الداخليه. تمام باذن الله. فدولي اهم نقطتين معانا، هنبدا بقى في الدراج بتاعتنا. فاول حاجه معانا الانتي ميتك، قلنا الانتي ميتك دولي كان عباره عن 8 ريسبتورات هنقفله. تمام. فاحنا هنعملهم 3 و5. طيب احنا قسمناهم على اساس ايه؟ هنفهم واحنا ماشيين. اول 3 معانا كانت الام 1 والاتش 1 والدي 2، اعرفوا الاسم التاني ليها وشكله، اعرفوا شكله بعينكم، يعني مثلا الام 1 اسمه انتي ماسكارينيك، اتش 1 انتي هيستامينيك، دي 2 انتي دوبامينرجيك، لان انت لو مش عارف ممكن لا قدر الله ما تعرفش تقراها اصلا في الامتحان، ان انت ما تعرفش ان هي اسمها كده. تمام. فنعرف ايه عن دولي من المقدمة اهو، دولي اتش 1 وام 1، فنعرف ان دولي بيستخدموا في علاج الموشن سيكنس، وضفنا ليهم السينارازين اللي قلنا الدكتور اكدت عليه جدا وهو مهم. تمام. يعني احنا دلوقتي عرفنا 3 ادوية بيستخدموا في علاج الموشن سيكنس، او يقال عليها فيرتايجو برضو. تمام. اللي هو ام 1 والاتش 1 والسينارازين. طيب بالنسبه للام 1 قلنا المثال الوحيد عليه هو الهيوسين، طب اعرف ايه عن الهيوسين؟ اعرف عنه ان هو بيستخدم في علاج الموشن سيكنس، واعرف عنه ان هو عنده اتروبين لايك افكت سايد افكت بتاعه. طيب قلنا دي منين؟ قلنا مثلا انتي ماسكارينيك ده معناها انتي كولينرجيك، انتي كولينرجيك معناها ان هو قفل السمباس، قفل الباراسمبثاوي، الباراسمبثاوي مين اللي كان بيقفله؟ الاتروبين، فبالتالي هيكون عنده السايد افكت بتاعه الاتروبين اللي هي زغلوله الناشفه حبست جزءها ابو سريع. تمام. طيب بالنسبه للاتش 1 قلنا الاتش 1 نعرف عنه ان هو متقسم لثلاث عائلات، اللي هو قلنا عندنا الداي والداي، دايفين هيدرامين دايمين هيدرينين، الميكليزين والسايجلازين، وبعدين البروميسازين. تمام. فقلنا بالنسبه للداي فهم داي يعني اتنين، يعني اقويه في الاثنين، فداي مين؟ دايفين هيدرامين ودايمين هيدرينين بوتنت وبوتنت، بوتنت انتيبيتك وبوتنت انتيستامينك وستاتيف، ده استخدام تاني ليهم. تمام. اما الميكليزين والسايجلازين قلنا نعرف عنهم ان هو بوتنت في البرانش بتاعنا اللي هو انتيميتك، ولكن ضعفاء في الاستخدام التاني اللي هم هيبقوا بوتنت انتيميتك ولكنهم ويك سيداتيف وانتيستامينك. تمام. البروميسازين بقى قلنا ان هو قال لنا ما قالناش قوي ولا ضعيف، بس قال لنا نقطه خاصه بيه ان هو عنده اتروبين لايك افكت، يعني احنا عندنا دلوقتي اتنين عندهم اتروبين لايك افكت، الهيوسين والبروميسازين. تمام باذن الله. اما بقى الدي 2 وقلنا دول اصلا العائله الاقوى على الاطلاق، وقلنا ليهم استخدام تاني ان هم يستخدموا في كبروكاينيتك. تمام. فاول حاجه الدي 2 من الاسباب بتاع الموشن سيكنس؟ لا، وقلنا قويه جدا، فاعرف انهم بيعملوا لي اول تايب اوف فوميتنج اكسبت الموشن سيكنس. هيجيب لك اظن ان شاء الله، يعني ده هيجي لك سؤال بالفعل، هيجيب لك مثال من امثله الدي 2 انتاجونست ويقول لك هل ده بيستخدم في علاج الموشن سيكنس ولا لا. غلط غلط غلط. تمام. فاحنا قلنا اول حاجه نعرفها ان هو بيستخدم في علاج كل الفوميتنج ما عدا الموشن سيكنس. تاني حاجه المثالين بتاعه اللي هو الميتوكلوبراميد والدومبريدون، الميتوكلوبراميد نعرف الاسم التاني بتاعه برمبران، انا عارفه ان الدكتورات مش عاوزينهم، بس اتنين الميتوكلوبرامات مهمة قوي، وعرفوا ان اسمه برينبران. تمام. التاني بتاعه بقى اللي هو الدومبريدون. تمام باذن الله. اما بقى الخمسه التانيين، فطب احنا ليه جمعنا الخمسه دول مع بعض بقى؟ لان الخمسه دول بيستخدموا في علاج الكيمو الفومتنج الناتج عن من الكيمو ثيرابي، اللي هو العلاج الكيميائي اللي هو اسمه سايتو توكسيك دراج. تمام. فالخمسه دول اعرف استخدامهم في علاج الفوميتنج الناتج عن طريق السايتو توكسيك دراج. اول حاجه معانا كانت السيروتونين، فالسيروتونين مثالين بتاعه الجرين ستيرون والاوندا ستيرون، جرين ستيرون والاوندا ستيرون. تمام. اما النيوروكاينين انتاجونست،
نعرف عنه معلومتين مهمين قوي، ان النيوروكاينين ده كان مايكروزومال انزيم انهيبيتور. طيب يا اسراء اجمع ازاي ان المعلومه دي خاصه مثلا بالنيوروكاينين مش مثلا خاصه بالبنزودايزيبين؟ انا عرفت تماما ان انا عندي في المحاضره مايكروسومال انزيم انهيبيتور، بس اربط ازاي ان هي خاصه بالنيوروكاينين؟ اربط كي مع كاف. يعني كي مع كاف، احنا قلنا اصلا مايكروزومال انزيم دول موجودين فين؟ موجودين في الكبد، يبقى الكي الكبد مع الكي اللي هم النيوروكاينين. تمام تمام باذن الله. الامثله المثالين بتوعه مهمين جدا، ابريبيتنت وفوس ابريبيتنت، فانت اربط ايه مع الف. ثانيه عشان اعلق مني تاني، انت اربط ايه مع ايه مع الف. تمام تمام. يعني ايه ايه مع ايه مع الف يا اسراء؟ يعني اربط ان الابريبيتنت، اربط ان الابريبيتنت مع الايه الثانيه اللي هي اكتف مع الايه الالف بقى الاخيره اللي هي كانت عباره عن الاكل. يعني ايه الاكل؟ يعرف يعرف ان هو بيتاخد اورالي. تمام تمام. فاحنا قلنا اول حاجه الابريبيتنت ده عباره عن ايه مع ايه مع الف، يعني ابريبيتنت فهو اكتف فايه ايه الاخيره يعني هيتاخد اورالي. تمام تمام. انما الفوس ابريبيتنت بقى فعلى النقيض. يعني ايه على النقيض؟ يعني ده الثاني كان اكتف يعني ده يبقى ان اكتف، ده بيتاخد اورالي يعني ده يتاخد اي في. تمام تمام باذن الله. إيه عندنا بقى اللي بعده؟ الكانابينويدز. قلنا الكانابينويدز دي كانت المخدرات، وكانت المثال بتاع النبيلون، وقلنا صاحبتكم ربنا يبارك لها قالتها في حشيش نبي، الحشيش اللي هو المخدرات نبي اللي هو النبيلون. تمام تمام. الكورتيكوستيرويدز قلنا دي اللي هي هرمونات الغده الدرقيه، فكان المثال بتاعهم الديكساميثازون الديكساميثازون. تمام تمام. والاخر واحد معانا بقى البنزودايزيبينز اللي هو كان مهدئات سيداتيف، كان المثال بتاعه لورازيبام، زد مع زد لورازيبام من بنزو ديازيبين. تمام تمام. طيب انا ممكن يجيب لي سؤالي يعني ايه اللي يدل لي في السؤال مثلا ان انا ممكن اخد اللورازيبام انكشت؟ انا ما بعرفش اقراها. تمام. ولكن دي القلق، يعني الكلمه اللي معناها القلق، اللي هو هيجيب لك اي حاجه في السؤال تدل ان الشخص اللي قدامك ده مش يعني الراحه عنده مش احسن حاجه، فساعتها اديله لورازيبام، لان احنا قلنا ده مهدئ اصلا، سيداتيف مهدئ، او هيبنوتك برضه اسمها هيبنوتك. تمام تمام باذن الله. كده الحمد لله خلصنا التقسيم. هنيجي بقى على اهم الحاجات بتاعتنا. في اول حاجه ناخدها السينارازين، وقلنا السينارازين بستخدمه في علاج الفورتايجو اللي هو ناتج عن مرض في الفستيبرال سيستم، او ممكن كذلك اقول ان انا بستخدمه في علاج الموشن سيكنس. تمام. فقلنا السينارازين نعرف عنه ثلاث حاجات، اللي هو الميكانيزم بتاعه كان ثلاث طرق. اول حاجه ان هو انتي هيستامينيك وانتي ماسكارينيك. ثاني حاجه اللي هو كان بيقفل لي الكالسيوم تشانلز، الكالسيوم تشانلز اهي، الكالسيوم تشانلز بلوكر. تمام. ثالث حاجه ان هو كان بيعمل لي امبروف البلاد سيركيوليشن في الانر اير. اعرف عنه الثلاثه دول. تمام تمام. وعلى ذكر الشيء بالشيء، ان احنا كنا عارفين ان كان معاه بيتا هيستين، والبيتا هيستين ده قلنا هيستامين انالوج. تمام تمام. ولكن المهم على الاطلاق هو السينارازين. الحاجه الثانيه بقى اللي المفروض نعرفها، نخش دلوقتي على الميتوكلوبراميد اللي هم الدي 2 انتاجونست. عرفنا فيهم ان هم ميتوكلوبراميد او الدومبريدون. طيب الميتوكلوبراميد بقى نعرف عنه ثلاث حاجات، نعرف عنه الميكانيزم اوف اكشن، نعرف عنه السايد افكتس، نعرف عنه ثيرابيوتيك يوز. تمام. اول حاجه الميكانيزم اوف اكشن، احنا قلنا الميتوكلوبراميد والدومبريدون اللي هم دي 2 انتاجونست، ممكن استخدمهم كبروكاينيتيك وممكن استخدمهم كانتي ايميتيك. فده هيجي من الميكانيزم اوف اكشن اصلا، فاحنا قلنا هو له ثلاثه ميكانيزم اوف اكشن، فاول واحد هيبقى مرتبط بالانتي ايميتيك، الاثنين التانيين هيبقوا مرتبطين بقى بالبروكاينيتيك. فاول واحد ان هو بيقفل لي الدي 2. تمام جدا. التانيين بقى ان هو بيقفل الكل، ان هو بيزود لي التون بتاع اللور اسفجيال سفنكتر، وده هنجيب منه استخدام ان هو بيستخدم في علاج الجرد. تمام تمام اهي دي تكريس الهارت بين ان بيشنتس ويز ريفلكس اسوفجيتس، قلنا ده معناه الجرد لان بيحصل التهاب وكده، فده يعتبر اسم تاني ليه. تمام تمام. والتالت حاجه بقى ان هو بيزود لي الموتيليتي بتاعه الجي اي تي. ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل لي بيزود لي افراز الكولين استير كولين من النيورونز بتاعه الجي اي تي، فبالتالي هيعمل لي باراسمباثيتك افكت، والباراسمباثيتك بيعمل ايه في المعده؟ بيزود لي الحركه بتاعتها. تمام تمام. كده الحمد لله عرفنا الميكانيزم بتاعته. فهم الميكانيزم كان عباره عن ثلاث نقط، اول نقطه متعلقه بالانتيميتك، قلنا هيعمل ايه يا اسراء؟ هيعمل لي ان هو يقفل لي الدي 2. تمام. ولكن النقطتين التانيين هيزود مرتبطين بالبروكينيتك، هيزود لي الريز بتاع اللور اسفجيال سفنكتر، تاني حاجه هيزود لي الموتيليتي بتاعه الجاستريك كونتنت. تمام تمام. الثيرابيوتيك يوزز بقى هنجيبهم من الميكانيزم بتاعته اصلا. فعندنا اول واحد احنا قلنا بيقفل الدي 2، فبالتالي هستخدمه في علاج الاول تايب اوف فوميتنج ما عدا الموشن سيكنس، دي اول واحده، هم خمسه. تمام. ادي اول واحد.
تاني واحدة هجيبها من التون بتاع الاسوفجيل سفنكتر، فقلنا تاني واحدة ان هو يستخدم في علاج اصلا يعني هيقلل لي الهارت بيرن. الهارت بيرن ده الوجع، اسم الوجع اللي بيحصل نتيجة الجرد، ارتجاع المريء اللي هو بيتقال عليه حرقان في فم المعدة، هو ده تمام. فبيديكريز الهارت بيرن في البيشنت وذ ريفلكس اسوفجايتس. تالت حاجة بقى، التلاتة التانيين هيتعلقوا بالميكانيزم ده اللي هو اول ايه، هو بيقول لك بيزود لي الجاستريك موتيليتي، فبالتالي هيساعدني في تفريغ المعدة. فدي اول حاجة اللي هو قيمة الاستومك بيفور امرجنسي، قلنا عشان يمنع الاسبيريشن بتاع الجاستريك كونتنت تمام. تاني حاجة بقى قلنا الفاسيليتيت، في هنا اف هو فاسيليتيت الانتيوبيشن بروسيدور، قلنا بما ان هيخلي لك المعده فاضيه فهيبقى سهل ان انت مثلا تعمل لها تدخل منظار او اي حاجه، او تعمل عليها اشعه مقطعيه كده تمام. تمام. تالت حاجه بقى الهيكب، قلنا الهيكب دي اللي هي الزقطه، فهو كان الهيكب مش معروف سببها، هي انون كوز، ولكن لقوا ان ان الميتوكلوبراميد بيعمل تاثير فيها، فقالوا ممكن تكون بسبب هايبوموتيليتي بتاعت الجاستريك ماسلز. تمام. تمام كده الحمد لله خلصنا الايه الميكانيزم والثيرابيوتيك يوزز. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا ثانيه، فاضل لنا السايد افكتس. فقلنا السايد افكتس اهم حاجه فيها انها بتحصل نتيجه ان هو بيعرف يعدي البلاد برين بارير، فبالتالي قلنا هيعمل ايه، هيروح يعمل لي هيقفل اهم حاجه الدي 2 في الاكسترا بيراميدال سيستم. قلنا الاكسترا بيراميدال سيستم ده الموجود في السنترال سيستم، سنترال نيرفس سيستم بتاعك، مسؤول عن الحركات الاراديه الدقيقه. فبالتالي هيعمل لك ايه، هيعمل لك ديستونيك رياكشن. ديستونيك رياكشن ليه؟ يعني حركات الاراديه تمام. تمام. والديستونيك رياكشن دي مهمه قوي، اعرف ان هي مع الميتوكلوبراميد، ديستونيك رياكشن مع الميتوكلوبراميد. تاني حاجه بقى اللي احنا قلنا البيتيوتري جلاند دي اللي المسؤوله من ضمن الوظائف بتاعتها انها بتفرز البرولاكتين اللي هو اللبن، ولكن الدي 2 هو اللي بيمنع في زياده افراز اللبن، فانت لما تقفل الدي 2 ساعتها اللبن هيزيد. هو ده بالظبط انكريز البيتيوتري برولاكتين ريليز، وممكن يجيبها لك في كلمه تانية اللي هو بيسبب له العقم اللي هو الانفيرتيليتي. انفيرتيليتي تمام. تمام. وعلى اثر ذلك هيقول لك ان هو ممنوع في الاطفال، كونترا انديكيتد ان تشيلدرن. ليه؟ لانه يعني هو ممكن ممنوع في الاطفال والكبار، ولكن خاصه في الاطفال لان البلاد برين بارير بتاعهم لسه ما اتكونش قوي، فهيبقى سهل جدا ان هو يدخل لهم للبرين. تمام. تمام. قلنا تالت حاجه معانا سومنانس والنيرفسنس، اللي هو سومنانس ده اللي هو عنده ارق، مش ارق، عاوز ينام، عاوز ينام دايما. تمام. تمام. نيرفسنس اللي هو متوتر، يعني تحسه مش على بعض، عمال قايم قاعد كده. تمام. تمام كده الحمد لله خلصنا الميتوكلوبرامات تماما. فاضل معانا ايه بقى اللي ابنه، يعني احنا قلنا طب تمام هو طالما بيعمل السايد افكتس دي كلها خلاص اعمل له دراج زيه، ولكن ما يعرفش يعدي البلاد برين بارير. فقلنا نقطه مهمه جدا اللي هو هيعمله مين بقى، هيعمله الدومبريدون. فالدومبريدون هيبقى نفس الميتوكلوبرامات بالظبط، ولكنه مش هيعرف يعدي البلاد برين بارير، فبالتالي هيبقى افضل. فبالتالي ممكن يقول لك اعرف استخدامه في التشيلدرن. تمام. تمام. فقلنا مش هيبقى معاه السايد افكتس بتاعت الميتوكلوبراميد الا حاجه واحده بس، الهايبر برولاكتينيميا. ليه؟ لان قلنا البيتيوتري جلاند مش عليها بلاد برين باري، فبالتالي هيعرف يوصل لها عادي جدا، هيعمل لها هايبر برولاكتينيميا. وبيقول لك نتيجه زياده استخدامه هيعمل لي جالاكتوريا، ده برضو عرض من اعراض ان هو زياده الهايبر نتيجه الهايبر برولاكتينيميا. تمام. هيعمل جالاكتوريا. قلنا اهم حاجه ان هو اهو زي ما قلنا الاكسترا بيراميدال سايد افكت از ريل. ليه؟ لان قلنا ما بيعرفش يعدي البرين بارير، فبالتالي يعرف يقول لك سيف فور تشيلدرن. تمام. تمام. معلومتين بقى نعرفهم عن الميتوكلوبراميد برضو، ان هو كونترا انديكيتد مع الفينوسايزين. طب يا اسراء مين الفينوسايزين دول اصلا؟ قلنا الفينوسايزين دول كانوا من عائله من عائلات الدي 2، احنا قلنا اصلا الدي 2 اقويه جدا، فما ادراك انت بتستخدم واحد فبيبقى قوي قوي، تستخدم اتنين لا ممكن يعمل لك توكسيك افكت وكده. فهو مش الفينوسايزين بس، لا ده اي حاجه تي 2 دي 2 ثانيه. تمام. تمام. قلنا تاني حاجه ان هو بيزود لي الابسوربشن بتاع البيزك دراجز، اللي هي البيزك دراجز لان هو بيزود لي الجاستريك موتيليتي، فبالتالي هيودي لي الدراج بسرعه للانتستين. فمين الدراج اللي هيمتص من الانتستين؟ البيزك دراج. فنعرف ان البيزك دراج بيمتص بسرعه مع الميتوكلوبرامين. كده الحمد لله اظن ان احنا خلصنا الانتي ايميتك، ولكن اخر حاجتين فيهم اللي احنا قلنا الموشن سيكنس هنقول فيهم مين، الهيوسين واللي هو كان ام 1 انتاجونست. تمام. انتي ماسكارين والاتش 1 انتاجونست اللي هم كانوا عباره عن ثلاث عائلات، دايفين هيدرامين، دايمين هيدرونيد، دول كانوا بوتنت وبوتنت، سايكلازين وميكلازين دول كانوا بوتنت وويك، البروميسازين قلنا اهم حاجه فيه ان هو عنده اتروبين لايك افكت. تمام. تمام. البريكننسي بقى قلنا ان طبيعي جدا ان الحوامل يتعرضوا للقيء اثناء فتره الحمل، عشان كده بيتوصف لهم فيتامين بي
B6 اللي هو بيرودوكسين، تمام. ولكن اوقات الموضوع بيبقى ان الكلمه دي انا متقصداها عشان ما تنسوهاش، انتراكتيبل، انتراكتيبل يعني حاله مستعصيه، يعني جربت فيها كام حاجه ومش نافع، فانا بستخدم معاهم الفينوسازين والبروميسازين والبرو كلورابيرازين. تمام تمام باذن الله. اخر حاجه بقى معانا اللي هو ومش هياخدوا من النقط باذن الله اللي هو البروكينيتك دراجز. قلنا يعني ايه بروكينيتك دراجز؟ يعني دي ادويه بتحفز الحركه بتاعه الجي اي تي، خاصه اللور جي اي تي. تمام ثانيه يلا نكمل. احنا قلنا اول الحاجه الثانيه معانا دلوقتي البروكينيتك دراجز، قلنا دول عباره عن ادويه بتحفز حركه الجي اي تي خاصه الابر جي اي تي، وبتزود فبالتالي بتزود لي بتحفز لي افراغ المعده من المكونات بتاعتها او المحتوى بتاعها. تمام تمام. فدراجز ذات كانسل اكتيفلي ستيمليت جات موتور فانكشن، هاستن اسوفجيال كليرنس اند تون اوف جاسترو اسوفجيال سبنكتر، اكسلريت جاستريك ايميتنج اند كلونيك موتيليتي. تمام تمام. وان اهم حاجه سم اوف زيم بي هاف انتي ايميتنج دراجز، دول بيتكلم عن مين اصلا؟ بيتكلم عن ميتوكلوبراميد والدوم بريدو. تمام كده. طيب الامثله بتاعتهم يا اسراء كانت عباره عن ايه؟ هما عائلتين فقط. ثانيه واحده. هما كانوا عائلتين، اول الدي 2 انتاجونست اللي هما كانوا الدومبريدون والميتوكلوبراميد، وتاني حاجه الماكروليدز اللي هما كانوا الاريثروميسين. ايه الماكروليدز دول؟ دول كانوا قلنا كانوا مضادات حيوي اللي هي انتي بايوتيك، ولكن وجدوا ان لها برضو دور في بروكينيتك دراجز. تمام تمام. فنعرف ان والمهم قوي مع الاريثروميسين هنقولها حالا، ان هو بيزود لي الجاستريك موتيليتي، فبالتالي اعرف استخدمه مع الجاستروباريسيس الناتجه عن طريق الدايابيتس. انا عارفه ان النقط الحتتين دول مش باينين علشان الصفحه مخططيه عليهم، فانا هعمل لك كده لحد ما تشوفوه. اهو اول حاجه اتس يوز الاريثروميسين يوز ان تريتمنت اوف دايابيتيك جاستروباريسيس، قلنا ده بيحصل نتيجه قلنا الدايابيتس ميليتس بيبوظ لي اجهزه كتير في الجسم، من ضمنهم الجهاز الايه النيرفوس سيستم العصبي، ومن ضمنهم الاعصاب اللي رايحه للمعده، فبالتالي هيعمل لي جاستروباريسيس ضعف في الحركه مش باراليسيس، باريسيس. تمام تمام. ليه بقى؟ وهو استيميليت الجاستريك موتيليتي دايركتلي في لا هو بيعمل كده ليه؟ لا في في ريسبتور في خاصه الانتستين يعني اسمه موتيلين ريسبتور، فهو بيحفز الريسبتور ده. يعني اعرف عن الاريثروميسين ان هو بيحفز الموتيلين ريسبتور، فبالتالي اعرف استخدمه في الجاستروباريسيس الناتجه عن طريق التيابيتس ميليتس. تمام تمام. عندنا بقى اخر حاجه معانا ثيرابيوتيك يوزز بتاعه البروكينيتك دراجز. فعرفنا ان هما ثلاث حاجات. اول حاجه احنا عارفينها من قبل كده اللي هو بيستخدم في علاج الايه الجرد الجاستروسوفجيال ريفلكس. تمام. تاني حاجه اللي بيستخدم في علاج الكونستيبيشن على اثر ان هو مثلا قال لنا ان هو بيزود الكولونيك موتيليتي اللي هو الكولون. تمام. تالت حاجه بقى البوست اوريتيك باراليتيك ايلس انتي جاستروباريسيس. البوست اوريتيك باراليتيك ايلس قلنا دي بتحصل نتيجه استخدام الجنرال انستيزيا، فالمعده تحس انها خدلانه على بعضها على نفسها كده شويه، فبالتالي بديها البروكينيتك دراجز عشان تفضي المحتوى بتاعها واتاكد ان الحمد لله شغاله كويس. والجاستروباريسيس اللي سالناها مع الاريثروميسين. تمام كده الحمد لله خلصنا المراجعه بتاعتنا. ف دول اهم النقط اللي لازم تخرجوا من المحاضره بيهم، وحاولنا بقدر الامكان ان احنا نلم الموضوع. فانتوا توكلوا على الله كده واهدأوا، واللي فاضل له حاجه يكملها براحته. طب انا مش هلحق اخلص؟ خلاص طالما مش هتلحق تخلص مش مهم، ما تفكرش انت هتخلص ولا لا، ذاكر وخلاص. حرفيا ده فعلا المفروض يحصل. انت لو لا قدر الله من الناس اللي بتتوتر، فبدل ما كنت هتدخل من غير محاضرتين ثلاثه انت هتدخل من غير خمسه سبعه بسبب توترك. فما تفكرش انت فضلك قد ايه او انجزت قد ايه، اعمل الذاكر وخلاص، هي النقطه. ذاكر من غير ما تفكر في الكميه المطلوبه او ايه اللي فاضل وكده. تمام تمام. وتوكلوا على الله وان شاء الله الامتحان يعدي على خير. وطالما الجي اي تي بجد تو عدى، فانتوا الموديولات اللي جايه رائعه جدا 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 جدا، فايه عدوا على خير بقى. تمام تمام باذن الله تعالى. في رعايه الله يا شباب. مع السلامه.